الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ ذهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره بتشوفوا القناه اضغطوا على مربع الاشتراك، واهم حاجه فعلي الجرس عشان يوصلك الجديد. لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. مثل ما انتم شايفين اصحابي مسويين حلقه، الحلقه ده طبعا هندي وموجود عندنا في الشرق الاوسط، اللي هو اسمه الزلابيا او الجلاب الهندي او الجلاب الافغاني، برضو بيعملوه في كل الدول او شبه المشبك في مصر. والعراق برضو بيسموه زلابيا، والمغرب والجزائر برضو اعتقد بيسموه زلابيا، فكل واحد بقى حسب ما بيحب يسميه. مقرمش وسهل وسريع، بكوب طحين ومعلقه نشا، ومفيش اسهل من كده بدون تخمير. وادنتوا شايفين الشكل وهم، وهنشوف مع بعض القرمشه الحين. لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو تحت الفيديو. يلا نبدا الوصفه. نبدا اصحابي مع السيرب او العسل. عندي 3 كوب سكر، 1 2 3 كوب سكر. هنضيف ملح ليمون او عصير معلقة صغيرة ليمون فريش، او انا هضيف 8 معلقة بس اهو عصير ملح ليمون. لو ما فيش ملح ليمون نقدر نضيف معلقة كبيرة صغيرة عصير ليمون. نجيب المية. هنضيف اصحابي كوب ونص مية، المية نص السكر، كوب ونص مية، وهنرفع الخليط هنقلب. لازم نحرك السكر مع المية، ويفضل ان حطيت مية سخن عشان العسل ما يسكرش منك اهو. في اضافة هنحطها هرويكم اياها، بسم الله. بس بنحاول نقلب السكر مع الماي، لان لما هنرفع على العسل على النار المفروض ما نقلبش فيه عشان ما يسكرش منك. حبي هضيف عسل كلوكوز، انا ما عنديش عسل كلوكوز، هذا كورن سيرب البديل بتاعه موجود في السوبر ماركت، انا بشتريه من لولو سوبر ماركت. اللي عنده عسل كلوكوز هيضيف نص كوب، اللي ما عندوش انا عندي بقى اللي هو الكورن سيرب هضيف نص كوب او نص كوب. ليه بقى بنضيف العسل الكلوكوز او الكورن سيرب؟ هو اللي بيدي اللمعة للحلويات المقلية، بيخلي ليها لمعة، وكمان بيساعد ان العسل ما يسكرش للناس اللي بتعاني ان العسل بيسكر منها كده. خلاص هنرفع بقى الخليط على النار. انا اصحابي اهو رفعنا العسل على النار خلاص، بس بنقلب تقليبة خلاص عشان السكر يدوب كمان تماما مع العسل الكلوكوز. هخليه يغلي اول 10 دقايق بقوة، وبعدين هدي النار عليه اهو. خلاص كده هرفع المعلقة اهو، واخليه يغلي اول 10 دقايق بقوة، ونشوف الخطوة التانية مع بعض. شايفين اصحابي العسل بدأ يغلي بقوة كده، خلاص اوكي اهدي بقى النار عليه واسيبه 15 دقيقة على نار هادية، ونشوفكم لما يخلص العسل ان شاء الله. اصحابي خلاص السيرب كده 15 دقيقة، خلاص ارويكم القوام ماله اهو. شايفين هو طبعا عشان لسه حار، لما يبرد هيتقل اكتر. الحين بقى خلاص هنسكر عليه ويبقى جاهز. طبعا اللي يقدر، اللي يحب نكهة القرفة او القرنفل او الهيل اللي هو الحبهان، يقدر يضيف الاعواد مع السيرب هتديه له النكهة العربي، او قشور برتقان او قشور ليمون هتدي له نفس النكهة. لكن احنا النهارده حبينا نعمله سادة، واللي يحب ينكه السيرب باي نكهة هو يحبها يضيفها مع السيرب وهو بيغلي على النار. هسكر عليه بقى ونشوفكم لما يبرد ان شاء الله. اصحابي بمقادير الزلابية عندي 1 كوب طحين، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة زيت، زيت نباتي عادي. معايا اصحابي عندي 2 معلقة كبيرة زبادي اهو، وعندي نص معلقة صغيرة لون اصفر، وتقدروا تستغنوا عنه، يعني اللي ما يحبه يستغنى عنه. معانا اصحابي رشة فانيلا اهو، وهنضيف، هنبدأ من نص كوب، هتاخد الكوب بياخد تقريبا كوب الا ربع، هضيف، مش هضيف الكوب الا ربع كامل اهو. ونبدأ نقلب الخليط
بس قبل ما نشغل طبعا تقدري تعمليه بالمضرب العادي او بالمضرب الكهربائي على طول. مثل ما انتم شايفين محتاج مية، هنضيف كمان اهو. بسم الله اهو اصحابي. اعتقد محتاج كمان، هياخد الكوب الا ربع اهو. اهو اصحابي كده القوام بتاعها ممتاز اهو. كده العجينة اهي جاهزة، شايفين القوام؟ ما اخدت معانا الكوب الا ربع بالظبط اهو. هنشوف بقى طريقة التشكيل والتسوية ان شاء الله. انا اصحابي في المرحلة الاخيرة بعد ما خلطنا كل العجين هنضيف 3/4 معلقة صغيرة بيكنج باودر ونخلط العجينة. اهو لازم البيكنج باودر تخلطيه في اخر حاجة في العجينة، هو ده قوام العجينة بيكون ممتاز اهو مثل ما انتم شايفين. هنشوف بقى طريقة التسوية. جبت كيس حلواني او لو عندك ازازة كاتشب تقدري تفرغي فيها الخليط. بسم الله اهو شايفين الخليط. خلينا ننتقل بقى، طبعا هنفتح الفتحة من هنا وننتقل على الغاز عشان نسوي. هنا اصحابي الزيت سخن وفتحنا فتحة بسم الله اهو. بهذه الطريقة هي مش بتاخد وقت اصحابي على طول، بس ما نحاولش نحركها غير لما تجف، هي هتنشف بسرعة اهو اصحابي مثل ما انتم شايفين اهو. على طول هي بتجف، بس هننتظر اول ما تنشف، يعني اول واحدة عملناها جفت هنقلبها اهو. وهنا تانية اهي برضو اهي. بعصاية الشيش طاووق بتبقى اسهل اهو اهو. ثواني، ولازم السيرب او الشيرة تكون دافية، يعني ما تكونش باردة، تكون دافية علشان نطلع عليها الزلابية مباشرة اهو. اصحابي خلاص اهو بنخرج مباشرة من الزيت اهو مثل ما انتم شايفين على السيرب اهو. وبنخليها مثل ما انتم شايفين اهو دقيقة بس، وبعدين نطلعها على مصفاية عشان تصفي القطر او السيرب الزايد اهو مثل ما انتم شايفين اهو. الحين هطلعهم على مصفاية ونرجع اكمل الباقيين ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. اصحابي اهو قطرنا عشان تصفي العسل الزايد اهو مثل ما انتم شايفين وشايفين. بسم الله سامعين القرمشة؟ شربة ولذيذة. خلينا نحطها في طبق التقديم ونرجع نشوفكم في التقديم. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين رصينا الزلابية او المشبك او الجلابي
اهو، وهنسوي عليها شوية فستق كده، وخلينا نفتح مع مع بعض واحدة ونشوف. وهو اصحابي مثل ما انتوا شايفين اهي، سامعين القرمشة؟ لحظة اهي، شايفين قد ايه شرب العسل؟ بسم الله اهي، تحفة مقرمشة شرب العسل، وصفة ممتازة ان شاء الله. لايك وشير للفيديو يا رب. اصحاب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم. ودنتوا واحدة تانية اهي برضو من اللي احنا شايفينها اهي، شايفين شرب العسل تحفة مقرمشة، ما بدون تخمير بدون اي حاجة، سهلة وسريعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو سمحتوا ما تبخلوش علينا باللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو تحت الفيديو، والمقادير بثبتها في صندوق الوصف. لايكات وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.